رمى الاتحاد الفلسطيني الأمريكي في مدينة شيكاغو رعاة وداعمي منتخب فلسطين أمريكا للبيسبول بعد حصوله على المركز الثاني لبطولة غرب آسيا التي أقيمت في الباكستان. كان أحد أهدافنا البحث عن الرياضيين الموهوبين في أمريكا في رياضات خاصة، وفي إمكانية إرسالهم لتمثيل فلسطين، والحمد لله يعني تمكننا من المشاركة بطولة غرب آسيا وإحراز المركز الثاني، وهذا إنجاز يعني مشرف إنا ولفلسطين إن شاء الله. الحمد لله تأهلنا إلى نهائيات أمم آسيا، الآن إحنا بصدد تطوير الجهاز الفني للفريق، البحث عن لاعبين لدعم الفريق حتى نتمكن من الصعود إلى الأدوار النهائية إن شاء الله. وبهذا الإنجاز ضمن منتخب فلسطين أمريكا التأهل لدورة ألعاب أمم آسيا القادمة المنوي إقامتها في تايوان، بعد أن حقق المنتخب الفوز على العديد من المنتخبات المشاركة في البطولة. إحنا غلبنا سريلانكا اللي هن آخر كاس هن أخذوها، وإحنا غلبناهم 10-0. الحمد لله لعبنا كويس وخدنا الفضة السيل سكند بليس. لعبنا ضد الهند وسريلانكا وبنغلاديش وباكستان، وعرفنا إنه يعني إحنا عارفين شو بنسوي وعندنا مستقبل في هاللعبة إن شاء الله. ويسعى الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي لتمثيل المغتربين الفلسطينيين في الأنشطة الرياضية في الولايات المتحدة الأمريكية وكافة المحافل الرياضية العالمية. الفكرة أجت من اتحاد الرياضة الفلسطيني الأمريكي، حكوا معي بالنسبة إن نسوي فريق للبيسبول. بديت أدور الشباب من فلسطين، والحمد لله لقينا 15 ولد وشباب يعني يلعبوا، وخدناهم لباكستان. هذا أولها، إن شاء الله في المستقبل يكون أكثر من فريق. إنجاز تاريخي جديد يضيفه المغتربون الفلسطينيون بحصول منتخب فلسطين أمريكا للبيسبول على وصافة بطولة غرب آسيا. من مدينة شيكاغو الكراجة، تلفزيون فلسطين.